في عنا نون نيوكليوسايد ريفيرس ترانسكريبتاز انهبيتورز، الأولى اختصارها NRTIS والثانية NNRTIS. ثلاثة بروتياز انهبيتورز، والرابعة انتجريز انهبيتورز، والخامسة انتري وفيوجن انهبيتورز. هذا الكلام مينلي على اللي بيعمله هذا الفيروس، كيف بيعمل بنتريشن. هاي طلع هاي اللي الفيروس دخل انتري او فيوجن انهبيتورز. قبل ما نفوت عليه طلع هاي السيل ميمبرين، وقلنا اول ما يدخل احنا الفيروس على الماميليان سيل شو بيعمل؟ انكوتينج، صح؟ طيب هاي الانكوتينج، هون في عندنا المجموعه الاولى في ادويه يعني يمنع البنتريشن للسيل ميمبرين، ايش سميناه هون؟ فيوجن، ايوه انتري فيوجن انهبيتورز، يعني يمنع دخول الفيرال على السيل ميمبرين او لا تاش، صح؟ طيب في عندنا كمان هاي الفيرال ار ان اي، وجود تحول لفيرال دي ان اي بوجود انزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتاز. في عندنا مجموعتين بيشتغلوا عليهم، عندنا ال NRTIS وعندنا ال NNRTIS، اللي هن النيوكليوسايد ريفيرس ترانسكريبتاز انهبيتورز، وعندنا نون نيوكليوسايد ريفيرس ترانسكريبتاز انهبيتورز. طيب في عندنا كمان الفيرال دي ان اي، نمنع كمان الانتجريشن له مع الهوست دي ان اي. في عندنا انزيم، وانا اتذكر امبارح كان في عندنا سيلولار انزيم اللي هو الانتجريز. طيب في عندنا انتجريز انهبيتورز، وفي عندنا كمان اذا صار له انتجريشن مع الدي ان اي، صار له ترانسكريبشن الفيرال مسنجر ار ان اي، ترانسليشن، برودكشن فيرال بروتينز، وجود انزيم اللي هو البروتييز اتش اي في بروتييز، بيحولوا لبادنج وريليز اند ماتشوريشن، بطلع فيرونز جديده، بطلع فيروس جديد ورد دوره جديده ما دام شبك مع الماميليان سيل. قلنا ننتبه الريبليكيشن للفيروس تعتمد على الهوست سيل ولا تعتمد على الفيرال نفسه، مهم هذا الكلام يا جماعه. طيب اذا نلاحظ عند كل خطوه في عندنا مجموعه دوائيه بتمنع هذا الكلام، وايضا تفاصيل اكثر. طلع يا عاد حبيت الصوره، هاي النيوكلياس تاعته، هاي هون ليميتد باي انتجريز انهبيتورز، لا لا نفسها، باي هون الترانسليشن والبرجيزر والبروتينز عشان تحول للدي ان اي، تمام؟ هون بصير عندنا كليفج باي بروتيز، وفي عندنا كمان الانهبيتر للدخول او الفيوجن، تمام؟ نفس الكلام اللي كان صار هون. هات نشوف المجموعه الاولى اللي عامله نيوكليوسايد ريفيرس ترانسكريبتاز انهبيتورز، نهم الأمثلة عليها زيدوفيودين. زيدوفيودين كثير مهم جدا، مستخدم في علاج اتش اي في، بروتوتايب دراج لمين؟ لنيوكليوسايد ريفيرس ترانسكريبتاز، انهبت اتش اي في ريفيرس ترانسكريبتاز اجينست اتش اي في 1 و 2. اسمع شو بقول لك، بيعمل بروتكشن للان افكتد او ان انفكتد سيل للاتش اي في، ما له تاثير على الخلايا اللي مصابه بالاتش اي في، يعني الخلايا السليمه بيعملها زي بروفيلاكتيك حمايه. اورال افكتيف ابسورب الجي اي كويس، ميتابوليزم بصير في الليفر من خلال الجلوكويرونايد كونجيكيشن واكسكريشن بصير في الليفر. بيعمل كروسنج للبلد برين بارير، ديستريبيوشن تاعه عالي كويس وسكريتد في المين. بيهمني السايد افكتس تاعيته في الانيشال ستيج،
nausea, vomiting, abdominal discomfort. ايش هنا abdominal discomfort؟ abdominal discomfort ها؟ تقلبات تقلبات معوية ها؟ abdominal discomfort يعني ممكن يكون عنده abdominal cramps مغص ممكن abdominal spasm ممكن كمان nausea vomiting كل هاي دمن abdominal discomfort عدم شعور راحة أبدا في منطقة الابدومن طيب headache and insomnia شو يعني insomnia؟ anxiety طيب هذا على الانيشال ستيج يعني اول ما يبلش المريض ياخذ الزيدوبيودين طيب اذا على لونج تيرم ودك معظمهم اصلا هاي الادويه رح نعطيها لونج تيرم لهي المرضى بنخاف من موضوع الهيباتوتوكسيسيتي والله مرقت علينا كثير هاي الهيباتوتوكسيسيتي لو جاكم سؤال هيك ذا فولوينج ايجنتس مي كوز هيباتوتوكسيسيتي اكسبت انا طبعا مش السبب مش عارف اعمل ايديتنج ده هلا مش عارف شو هو سايكلوبلاز طب شو اللي اثر على الهيباتوكسيسيتي كمان شو الاثر الادويه اللي اثرت على الليفر وعمل هيباتوكسيسيتي امينوغلايكوسايد الهديف نيفروتوكسيستي واتوتوكسيستي الامينو فلاكوساي طيب والنسبة للهيباتوتوكسيستي بتذكر في انتبايوتك عمل هيباتوتوكسيستي اسأل على السؤال خطر على بالك اولا بتقولوا من ايجنس من كروز هيباتوكسيستي وش الصبايا قلنا الزيدوبيودين ممكن يسبب هيباتوتوكسيسيتي في ادويه كثير مرات علينا بتسبب هيباتوتوكسيسيتي اشتغل معك يا طيب ايوه ايثرومايسين تتروسايكلين لانه بصير اليميت في الليفر هن اكثر شيء احتمال ازيثرومايسين تتروسايكلين خلاص ازيثرومايسين والناس بعضو زي الرص عم بعض تتروسين مش ملحقين الناس عليه ولا زي الناس بعرف يعني البنسلينات الأصغر أنا بتسبب الهيباتوكسيسيتي ولا النيفروتوكسيسيتي تعمل هيباتوكسيسيتي شو الشباب ورا حمزة شباب صح مالك نايم زيد بيودين حط عليه very important note إنه بيعمل هيباتوكسيسيتي مرق علينا أدوية ثانية بتعمل يا جماعة هيباتوكسيسيتي شوفوها للضرورة القصوى كمان عنا ميوباثي وفي
with fatigue and lactic acidosis myopathy مرق علينا في الجنرال فارماكولوجي. ركز معي، مرق علينا في الجنرال فارماكولوجي يا حمزة، مجموعة دوائية بتعمل ميوباثي، وجاكم عليها سؤال شو هي هاي المجموعة بتعمل ميوباثي؟ طلع معك بقول لك في ميوباثي هون، طلع رقم 2 ميوباثي بدك فوسفور معك بهاي الفورمة بهاي الطريقة سبك ترمبل ميوباثي. ميوباثي شو يعني ميوباثي؟ وجع في العضلات وهن في العضلات. مرق علينا مجموعة دوائية في الجنرال فارماكولوجي بتسبب ميوباثي. حتى أقول لك كمان لسه مصطلح أكبر من هذا، الهابدوميلوسيس. الهابدوميلوسيس سامعين فيه شو اسمه؟ الستاتين، مجموعة دوائية اسمها الستاتين. ايش هي؟ ليبيد لورينج ايجنس، الادويه المستخدمه لتخفيض الكوليسترول والدهنيات زي الاتورفاستاتين والسيمافاستاتين والكرافاستاتين والروسافاستاتين، انها بتعمل ايش؟ مصل ايج او مايوباثي. وعندنا زيت بيوتين بيعمل فرضه للناس اللي بياخذوه مايوباثي. لاكتيك اسيدوزيس شو يعني لاكتيك اسيدوزيس؟ ها؟ بصير لاكتيك اسيدوزيس. مرق علينا دواء يستخدم للاورال هايبوغلايسيميك ايجنت برضه بسبب لاكتيك اسيدوزيس، شو هو؟ برتفع اللاكتيك اسيد شب بدك تشب وتربطه هيك شفط تخابيط الفارما تربطه. شو طلع معكم؟ ولك اورال دايبيتيك ايجنتس. سامعين في الحبه البيضاء الكبيره؟ اسال الباب السكري لك والله بعطاني منظم اللي الحبه البيضاء الكبيره هاي الجلوكوفاج الميتفورمين، مش قلنا الميجر سايد افكت ساعتها لاكتيك اسيدوزس؟ وقلنا للسيدات فيها كثير نسوان بحبوا يستخدموه لايش؟ للتمحيص ويت ريدكشن. انا بس انتبهوا يصير عندهم ايش؟ لاكتيك اسيدوزس. لا تبدي بها الزيت بيوتين يا عهد له دراج انتر اكشن كثير. مدام قلنا بياثر على الليبر انتبه مع الباراستامول. ليش الباراستامول شو هو؟ البنادول. شو قص الباراستامول؟ الليبر. قد ايه الماكسيموم دوز تاعت الباراستامول؟ لا كنا توكسيك هيك 8 8000 توكسيك 8 حبات من عيار 500 ملي جرام 4000 ملي جرام مسموح لك كل يوم. شو هو؟ شو هو؟ كله هيك شفك تشبيك تخفض تخبيط تربيط الفارما انستر سيستين ان اسيتيل سيستين اللي هو منه قرص فوار كمان لعلاج الميوكس. طيب هاي زيت بيودين مع الباراستامول بوت ميتابولايز باي جلوكورونايزيشن. الباراستامول راح يعزز زياده ايش؟ يعمل زي تنافس على الجلوكورونايزيشن راح يزيد التركيز الزيت بيودين وبالتالي بزيد التوكسيستي تاعه. الازول جماعه ازول عثمان زول الانتي فانجل ايجنت قلنا سايتوكروم بي 450 انهبيتورز وبالتالي راح يزيد من تركيز الزيدوبيودين. الزيدوبيودين مع الاستابيودين كومبيتيشن بصير على الانترا سيلولار فسفوليريشن. عندنا الاذر البلوسايد
ترانسكريبتاز، عندنا السافيودين، عندنا الديدونوسين، عندنا الزالسايتابين، اللاميبيودين، ودول كلهم افكتيفلي فورم. اللاميبيودين كثير بيستخدموه، السيفتي تاعته اعلى من الباقي، السايد افكت تاعته اقل. اذا ذا ميجر سايد افكت للسيتروبيدين على الليبر شو هي يا حمزه؟ الباتوكسيسيتي. طيب المجموعة الثانية نون نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتاز انهبيترز، عن النفرابين، عن الدلبرادين، عن الايفالنس against HIV-1 وما في تأثير على HIV-2 combination مع المجموعة الأولى. تمام، وهون بربط directly reverse transcriptase enzyme and inhibit there unlike the NRTI do not require intracellular phosphorylation. side effects تاعيتهم skin rash, fever, nausea, pruritus and CNS disturbances. فرق بين skin rash والpruritus. برايتس سكن راش شو طفح جلدي، برايتس احمرار. طيب البروتياز انهبيترز مجموعة رقم ثلاثة انهبت ال HIV بروتياز انزيم بريفنت كليفج الفيرال بولي بروتينز للفاينل HIV. في عنا الاماتشور اند نون انفكشوس فيرال بارتيكلز، cross resistance common among the protease inhibitors, oral aqueous, excessively metabolized with liver, side effects nausea, vomiting, diarrhea, with skeletal muscle wasting, with insulin resistance, with diabetes. في عنا الانتري او الفيوجن انهبيترز اخر شيء هدول تمنع دخول الفيروس، عنا الان كيروتايد والمارا فيرو بريفنت فيرال انتري للسيل، بدك نعمل ادينج. تمام، patients who are not responding to the ongoing antiretroviral therapy. الهدف من كل المجموعة الدوائية اللي أخذناها من دوك الـ HIV treatment نحد الـ HIV replication. حكينا كل الأنتي فايرال موجودين حتى للهيربس ما بتعمل أنت كلينج غيره، إيش مش زي البكتيريا والفنجل. لا، لأنه إحنا بنحد من انتشار الفيروس ومن ريبليكيشن لإله وينتج فيروس جديدة. تمام، وندعم المناعة تاعت المريض، improve immune status of patient, prevent the emergence of drug resistance virus, prevent or treat the opportunistic infection. ال ART أو ال antiretroviral therapy قلنا different mechanism of action، عشان قلنا ممكن نعطيهم combination مع بعض يزيد من تأثيرهم مع بعض يسموه synergistic effect. إذا السيدات الحوامل اللي عندهم الـ HIV positive نعطيهم زيتوبيوتين، زيتوبيوتين. تمام، ماشي، عشان برضو نمنع من انتقاله للفيتوس أو الأوفسبرينج. المونيترينج ثيرابي نشيك عليه بالاسمه الـ HIV RNA load والـ CD4 count. لا نكتفي بس فحص الـ HIV positive ولا negative. اي سؤال؟ في عن البروفيلاكتيك هون نفرض الواحد تعرض، اكتشفنا بعد الحلاقه انه المريض اللي قبلنا كان عنده اتش اي بي ولا هيبتايتس، شو الهدف هون؟ شو تعمل؟ اول ما اكتشف طبيب الاسنان المريض اللي كان عنده اتش اي بي وما راح اشد تعقيم الويل، في عندنا هون اكسيدنتال اكسبوجر اتش اي بي انفكشن وذ سيرجيكال انسترومنتس blood transfusion or needle prick injury require prophylactic therapy. The prophylactic therapy عن ال basic regimen وعن ال expanded regimen. The basic regimen عن الزيدوبيودين مع اللامبيودين لأربع أسابيع،
بدنا نعزز اكثر مع ادنا فير 4 7 سموم اكس كم روح في لك حاسس مش بس بضعف ممكن تفكي وتم بده ينفجر من شدة الألم اللي فيه. ألم بين تقول له والله أنا بعتذر ظروف الوضع البلد ما بقدرش أنزل روح على أي طوارئ مستشفى لما توصل هناك حكيم توصل قول لهم دكتور الفلاني بعتني بدي حكيكم مرحبا مرحبتين دكتور فلاني أهلا وسهلا لو سمحت تعطي إشي أنالجيسك ترامار أو ديكلوفيناك تمام او باراستامول بس تروقوا لانه عنده اكيوت بين اجوا حكوا البين قسموه لنوعين وجع الاسنان لا يطاق عاوز وجع الاسنان لا يطاق لا يطاق وطلع بالاخير العصب قد اقل من الخيط تمام كل عامل كل هالمصايب سبحان الله ف اجينا حكينا البين صنفوه لاكيوت ولكرونيك اكيوت بين سدن شكل فجأة قاعد انت نايم صحيت الا طاحونتك عم تضرب فجأة نمت مرتاح في الشي عندك فجأة هوب النرف عم تضرب اوكي الشواكيش شغالة وألم شديد جدا لا ظابطة معك مضمضة ولا ظابطة معك مسكنات عادية وفعلا رحت على الطوارئ وأعطاك الدواء وريحت ما سددت على الصبح على الدكتور يا شباب طيب إذا في عنا هذا أكيوت بين صدم شكل فجائي صار أما الكرونيك بيرزستنس البين لأنه إحنا ما عالجنا الأندرلاين كونديشنز ما عالجنا المشكلة لأنه ممكن أنت هلا إذا والله شعرت براحة رحنا على طوارئ المستشفى وأعطاك الإبر الممرض هناك بناء على تعليمات الدكتور وروقت خلاص زي الفل رجعت ورجعت أشتغل رحت على الجامعة وضعه طبيعي وإحنا بالسليم لا أنت مش بالسليم فجأة آخر النهار وهو بهالامتحان واخ وجع ويك 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 على الدكتور تمام بده يشيك لك ولا روح اعمل اكس راي اكتشف عندك انفلاميشن انفكشن وبص وقصه وحديد اعطاك كورس انتي بايوتيك وكورس انسد اعطاك كتافلام وايش بحبوه دكاتره اسنان كتافلام اللي هو ايش كتافلام تركيبته ديكلوفيناك صوديوم لو مشتقات اللي هو الديكلوفين او الروفينال او الكتافلام او الفولترين تمام هاي المجموعات تنطوي تحت مسمى انسيدز نون ستيرويدال انت انفلاماتوري دراجز نون ستيرويدال انت انفلاماتوري دراجز هوني قاعد امتحان ساكن انا هون نجيب مراقبين من عندنا ولا من عندكم؟ ان شاء الله عاوزك ان شاء الله عندك طب بس طب بس